السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نكمل شرح شابتر 5. بالفيديو الماضي حكينا عن سيريزوميزم بشكل عام، حكينا عن الكايرال سنترز، الانانشومرز، حكينا كيفية تحديد الكايرال سنترز، موجود بالفيديو كل سابق تقدر ترجعوا له حال ما حضرتوا او بركو ترجعوا تأكدوا معلوماتكو. بالفيديو هذا راح نحكي موضوع جديد. الأول راح يكون E and isomerism، والثاني اللي هو R and S isomerism، أو إنه يعني من نتعلم كيف نحدد E وال Z. أول شيء نعرف شو معنى E and Z، R وال S وكل أشياء. خلينا نبدأ. بداية تعلمنا إحنا بنحكي chapter 5، كأنه آسف chapter 3، تكلمنا عن إشي اسمه cis trans. عندنا هو مركب A و B، تمام؟ نقدر نحدد له إياه cis إياه trans. نقدر من خلال مواقع الأتش لحالهم نحكي، ما دام إن هون ال two H's same side، بحكي إنه إيش هذا مركب cis. عندي بالحالة الثانية هنا ال H's على different side، فبحكي إنه المركب هو trans. وهي الصورة العامة. حاليا المركب هذا اللي هون عندنا، حكيت لكم حددوا لي هل هو سيس ام ترانس، تمام؟ قبل شيء هون شو حكينا مواقع الاتشات. طب هون عندي ولا اتش، هون عندي بي ار او اتش سي ال، وهون مجموعه مثل، فكيف بدي احدد؟ تمام. ان شاء الله سنتعلم نعرف ايش بدي اعرف بالضبط. بدايه السيس ترانس هو فعليا نحكي فرع، او هنحكي حاله خاصه من الاي والزد سيستم. خلينا نعرف شو معنى الاي والزد سيستم. بدايه الاي والزد سيستم هو نحكي نظام يستخدم لتحديد مواقع التفرعات على الدبل بوند، كمان الساكليك سيستم، تمام؟ احنا بنعرف انه السيس ترانس وين بكون؟ السيس ترانس بكون اما على الدبل بوند او على ساكليك سيستم. الاي والزد نفس الشيء، تمام؟ لكن نقول له يعني نحكي اشياء اضافيه عليه تختلف عن السيس وترانس. خلينا نعرف كيف. بدايه في حال كان عندي دبل بوند زي هون شايفين، اوكي، عليها على ذرتين الدبل بوند، هاي عندي هون كربونه وهي كربونه، تمام؟ في حال كان التفرعات الاربعه الموجودات، تمام، اقل من 2H، اذا شو بستخدم الاي والزد، تمام؟ ايش معنى الحكي هذا؟ انت مثلا هون عندي بي، عندي هاي عليها اتش وهاي عليها اتش، اذا طوالي شو بحكي؟ عادي بدي اخذ سيس وترانس. اما هون لا، مش عندي، هون عندي مش عندي ولا اتش. حتى لو كان عندي برضه اتش وحده ما بينفع استخدم سيس وترانس، تمام؟ راح استخدم اي ان سيستم. هسه بنتعلم كيف. بس بداية هاي الفكرة بدي اعرفها. طبعا في حال انه كربون هاي كان عليها مثلا اتش من هون واتش من هون، هاي 2 اتش، بس اصلا هاي المفروض سيس وترانس من الاصل، ف يعني هذا اصلا مطلقة نهائيا. لكن انا بحكي انه كان عندي تو هيدروجين وين موجودات على ديفرنت كربون، يعني كربون عليه هيدروجين، كربون عليه هيدروجين، وقلت بحكي ايش بستخدم ترانس. في حاجة عندي 1 هيدروجين مثلا، على فرض انه هاي هون هيدروجين، برضه ما بينفع نستخدم سيس ترانس. شو بستخدم؟ بستخدم اللي هو الاي زد. اولا خلينا نعرف ايش معنى اي ان زد سيستم، او ايش معنى اي ايش معنى زد. اي هي من كلمه المانيه، هي هنا انتجن، تمام، معناتها اوبوزيت، اوكي. عشان اقربها لكم، تمام، اقربها لكم، هي ترانس، تمام، عشان بس نقرب للمعنى، لكن مش ترانس. راح نوضح الفكره هاي لقدام، بس مبدئيا انه نعرف الفكره هاي مبدئيا. اي هي كلمة انتجن جيرمان وورد، معناتها اوبوزيت، عكس بعض. بالنسبة للزد هي زوثمن، معناتها توجذر. ايش معنى بالضبط نحكي معنى الكلام هذا؟ هسه لما احكي عن مركب هو زي ايزومر، لما احكي عن مركب هو زي ايزومر ايش معناتها؟ معناته انه المجموعات صاحبة اعلى اولوية على السيم سايد. برضه راح نطلعها، بس خلينا نتعلم واحدة واحدة. لما أحكي عن ايزومر هو اي ايزومر، اي ايزومر
ايش معناته؟ معناته انه المجموعتين صاحبه اعلى اولويه هم opposite to each other. تمام؟ اوكي. حكي قاعد بحكي بحكي لكم انه اولويه ما اولويه. طب ايش معنى الفكره هاي؟ نشوف المركب هذا. المركب هذا عشان اعرف هل هو نحكي اي ام زد بدي اشوف اولويه المجموعات. خلينا نرجع لسيستم ترانس عشان نحكي يعني برضه نبسط لكم الفكره بشكل عام. لما احكي اولويه انه انا لما احكي اي ولا زد او سيستم ترانس شو بحكي؟ بقصد انه يعني بالنسبه للمجموعتين هل هو سيس ام ترانس؟ يعني مركب اللي هنا ايه بحكي ايش؟ بحكي انه هو سيس. شو معنى سيس بالضبط؟ سيس يعني معناته انه البي ار هاي اوكي والمثل اللي هنا هم نحكي توجذر او يعني نيكست تو ايتش اذر انهم متجاورات مع بعض اوكي. انه البي ار وال البي ار والمثل هم سيس تو ايتش اذر او نحكي انهم نيكست تو ايتش اذر. الاكتس كمان نفس الشيء نيكست تو ايتش اذر او اللي هم سيس تو ايتش اذر. المركب بي لما احكي انه المركب هذا ترانس اوكي ايش معنى ترانس؟ يعني الاتش هي مع الاتش هم ترانس تو ايتش اذر اوبوزيت تو ايتش اذر هي معناتها بالضبط اوكي. المركب هذا هو ترانس اذا الاتشات او نحكي مثلا اي اوبوزيت تو ايتش اذر. برضه هون عندي بي ار مع المثل يعني ايش؟ انه البي ار هي اوبوزيت تو المثل اللي هو نحكي هذا الاي ايزومر او ترانس ايزومر. ترانس ايش بحكي ترانس؟ عشان في عندي تو اتش تمام. برضه بصير احكي اي ما في اي اشكاليه يعني الاي والزد بنطبق على كل حالات السيس ترانس. السيس ترانس بنطبق فقط على اللي بيكون فيه تو اتش اوكي. بالنسبه للاولويه ايش معنى الاولويه؟ اولويه نحكي هي انه لمين بدي اعطي الاولويه بحيث اني اصف المجموعات بالنسبه لبعض. يعني هون انا وصفت البي ار بالنسبه للمثل انهم ايش؟ انهم سيس. طب ليش اخترت البي ار ما اخترت الاي اتش؟ عشان البي ار الها الاولويه بكل بساطه. البي ار الها الاولويه والمثل هنا اخترت عن بدل الاتش برضو عشان المثل الها اولويه عن الاتش. بس احنا ما نتعلم كيف نحدد الاولويه بس انه بشكل عام بقول خلينا نعرف شو معنى اولويه. تمام. الاولويه هي ايش؟ هي المجموعه اللي بختارها بحيث اني احدد بالنسبه للمجموعه برضو على اولويه على يعني كربون هاي اوكي. بدي احدد من بين من هذول المجموعتين اي اعلى اعلى اولويه الاتش ولا البي ار؟ البي ار اعلى اولويه هسه بنعرف ليش. والكربون اللي هنا اي اعلى اولويه الاتش ولا المثل؟ برضو المثل. انا حددت هنا الاولويه بكل بين كل بين كربون وكربونه. كربونه هاي مثلا نحكي كربونه واحد وكربون اثنين. حددت الاولويه بيناتهم اي طبعا كل دبل بوند كل كربون دبل بوند راح عليها بس مجموعتين. بدي احدد الاولويه احدد الاولويه بيناتهم اياها اعلى اعلى اولويه. عندي هون الاتش وعندي هون اللي هي المثل. المثل لها اعلى اولويه تمام والبي ار هون لها اعلى اولويه. بالحاله هاي الثنتين كانوا نفس جهه بعض ايش بسميهم؟ سيس اوكي او زد ايزومر. بالحاله اللي هون كانوا ابزت ايش هذا يعني نفس يعني مثل نفس الشيء. هنا حكيت هاي البي ار البي ار لها اعلى اولويه والمثل لها اعلى اولويه. طيب بالنسبه لبعض بالنسبه لبعض ايش هم؟ ترانس. فهي هي فكره الاولويه انه اي مجموعتين لهم الاولويه بحيث اني احدد هل المركب هذا سيس ام ترانس اي ام زد اي له اولويه. طيب حاليا من نعرف قواعد الاولويه كيف بدي احدد الاولويه اللي هي البرايورتي للمجموعات. في عندي قواعد هاي القواعد تحت مسمى كان انجولد بريلوك سيستم اوكي الاسم مش مهم كثير بس ما اعرف الاسم كان انجولد بريلوك سيستم. شخصين واحد اسمه كان واحد اسمه انجولد وضعوا قواعد بحيث ان احدد الاولويه للمجموعات عشان اقدر احدد اي ان زد. وكمان شوي راح نتعلم عن الار والاس برضه بتستخدم ان انجل بريلوك سيستم بحيث احدد اولويات للمجموعات. حاليا خلينا نبلش. اول قاعده شو بتحكي لي؟ اول قاعده بتحكي لي انه خلينا نقرا ونشوف. We look at the atoms attached directly to the double bonds.
اوكي عندي هاي هون الكربوني. اوكي طلع على نحكي المجموعات المتصلة مباشرة. اوكي هاي كلمة جدا مهمة، مباشرة بالكربوت الدبل بوند. separately and the one with highest higher atomic number has higher priority. As we look in the atoms attached to the first double bond carbon, we see which group has higher priority, and in the second double bond carbon, which atoms attached to it higher. خلينا نترجم معنى الكلام هذا نعرف شو معنى مخطوط فيه بالضبط. أتومي كربون واحد. تمام شو بدي أعمل فيها؟ بدي أطلع على الذرات المتصل فيها مباشرة. أوكي برجع أكرر مباشرة. يعني هون هاي هون عند البي آر أصلا ما فيش غيرها كله تمام، والسي إل برضه ما فيش غيرها. بين البي آر والسي إل هي أعلى أولوية. القاعدة تحكي لي هنا اللي إله أعلى أتوميك نمبر. الأتوميك نمبر هو عدد الإلكترونات أو عدد البروتونات، العدد الذري. الذرة اللي إلها عدد ذري أكبر إلها أولوية أعلى. هون البي آر، هون البي آر إلها أولوية أعلى من السي إل. البي آر 35 والسي إل 17 تمام. طبعا هاي الأرقام المفروض تكونوا عارفينها بالنسبة هي عدد الذرية. مش عارف إذا أكون جدول الدوري معكم الامتحان، بس برضو احفظوهم أنتم. طبعا يعني بتخلصوا الشات راح تكونوا حافظينهم بإذن الله، فمش مش إشكالية هي. بين البي ار وبين السي ال الاعلى بي ار. اوكي هسه حددت هاي بي ار، هاي ثبتنا البي ار هنا. مع مين بدي اقارن هنا؟ مع لو اتش ولا المثل؟ بحيث نحدد. يعني لو كانت مع لو اتش راح تكون سيس، لو كانت مع المثل راح يكون اسف، لو كانت مع البي ار مع لو اتش راح يكون زد تمام، ولو كانت البي ار مع اللي هي المثل راح يكون اي. ايش بدي اعمل؟ مين اختار من الاو اتش واللي هي بتفرق معي طبعا. تمام هذا بكون مركب، هذا مركب. يعني بدايه هاي نروح على كربون رقم 2. عندي متصل مباشره بالاو، وهي ايش متصل بي سي اتش 3. طب ايش بدي اخذ؟ الخالد شو بتحكي لي؟ اتاتشد دايركتلي، فباخذ الاكسجين لحالها والاو لحالها، وهون المثل عندي باخذ هي سي اتش 3، باخذ سي لحالها فقط الاكثر. تمام O لحالها والسي لحالها. بين الأكسجين والكربون هي له أعلى أتوميك نمبر. الأكسجين، الأكسجين له 8 والكربون 4 6. فالأكسجين على أتوميك نمبر هي higher priority. أسأل بي آر higher priority الكربون نمبر 1، والكربون نمبر 2 الأو اتش لها higher priority. فبالتالي ما دام هم الاثنين نفس الجهة، إيش بسمي هذا المركب؟ هذا المركب هو زي ايزومر. هون عندي نحكي الذرات المستخدمه اكثر شيء، يعني راح تشوفوهم انتم اكثر شيء مجموعات مستخدمه. شوفوا عندكم السلايدات، بس اظن هاي يعني هي شامل كل موجود بالسلايدات، بس انه هاي هي شو مستخدم راح تشوفوه. هي الاتش السي الان والاكسجين سلفر سي ال بي ار اي. بس تحفظوا ارقامهم انه شو رقم الاتم نمبر كل واحد، بس كنت تعرفوا مثلا انه الكربون اكثر من الاتش، اللي ان اكثر من الكربون وهكذا. هي اول قاعده نرجع نكرر مره ثانيه. اطلع على كل كربونه من الدبل بوند، بشوف الذره متصل فيها مباشره، وبعدين بقارن بين الذرتين هذول اي له اعلى اتم نمبر. تمام هون البي ار له اعلى، البي ار له برايورتي على السي ال. ولو اتش له برايورتي اعلى من السي، عشان ايش بختار؟ باخذ الذره المتصله مباشره مع كربون الدبل بوند. فبين الاو والكربون باخذ الاكسجين اللي هي على اتوميك نمبر. بي ار مع اكسجين ايش بيكونوا؟ اي زد ايزومر. القاعده الثانيه شو تحكي لي؟ في حال كان في عندي تعادل، اوكي كان في عندي تاي. ايش معنى التاي؟ التاي يعني انه نحكي، خلينا ناخذ المثال هذا بحيث انه نفهم بشكل افضل. الكربون هي، اوكي خلينا نرجع نطبق القاعده اللي حكينا عنها قبل شويه. عندي سي ال وعندي اكسجين، تمام؟ حكينا ناخذ اول ذره متصله مباشره. اوكي سي ال واكسجين اي اخذ منهم؟ باخذ الاعلى اتوميك نمبر اللي هو السي ال. السي ال هي اعلى برايورتي. طب اذا قارنهم مع مين؟ قارنهم مع المجموعه اللي هنا ولا قارنهم مع المجموعه اللي هون؟ عشان هيك بشوف برايورتي انا. هسه بنشوف
نيجي على الذرة اللي هنا، كربون اللي هنا. الكربون هنا ايش بدي اعمل؟ بشوف الذرة المتصلة فيها مباشرة. اوكي مباشرة، كلمة مباشرة هاي جدا مهمة. عندي هاي هنا اللي هاي معلم عليها بالاخضر، مش بعلمها او بالاحرى، هي كربون A بسميها. عندي هون ايش؟ كربون B. كربون هاي كربون C، وهي برضه كربون ب C. أكد لكم ما بهمني هاي. أوكي هي CH2 مجموعة هاي كاملة، وهاي CH3، بس ما بهمني أنا شو بهمني. بهمني المتصل فيه مباشرة. شو متصل فيه مباشرة؟ اللي هو الكربون، وهاي هون برضو الكربون. طب إن كربون كربون هي له على أولوية، ما فيش نفس أولوية. طب بالحالة شو بدي أعمل؟ القاعدة شو بتحكي لي؟ if we had two substituents of the same priority then we go to the next highest atom attached to that substituent. يعني هون عندي الكربون وهي عندي كربون، هذول متعادلات. شو بدي اعمل بالحالة هي؟ بالكربون اللي هنا بروح على الكربون الذرة المتصلة فيها صاحبة على أولوية. يعني مثلا الكربون احتمال تكون متصل هون بالسي بأكسجين بنيتروجين، تمام؟ مع مين راح نحكي اروح؟ راح اروح على الاكسجين. ليش؟ عشان الاكسجين لها اعلى اولويه بكل بساطه. لكن هون ايش في عندي؟ هون في عندي الكربون هاي شو متصل؟ متصل بي اتش و اتش والكربون اللي هنا. ايش راح اختار؟ راح اختار الكربون. بالنسبه للكربون هون متصل بثلاثه اتش، خذ اي واحده منهم، بس واحده تمام اللي هي اعلى واحده. طبعا خذ اي واحده منهم، انا اقول بما انه كلهم نفس الشيء. طيب ناخذ اتش. هسه هون ايش بدي اقارن؟ بدي ارجع اقارن مره ثانيه بين كربونه واتش، هي اعلى، الكربون اعلى. المجموعه هاي كلها بشكل عام اللي هي ال A1 و A2 اللي هي الاثل على برايورتي من الميثل، تمام؟ الحين ايش بدي اقارن؟ بدي اقارن بين Cl والاثل والمركب هذا ايش؟ زد ايزومر. القاعده هاي لها نحكي اسم اللي هي ايش؟ first point of difference. اوكي first point of difference يعني هون عندي كربون، هون عندي كربونه، تمام؟ هون عندي كربونه وهون عندي كربونه. نفس الشيء شو بدي اعمل؟ بروح على الذره صاحبه اعلى اولويه. هون عندي كربون وهون عندي اتش. شو صار في عندي؟ صار في عندي اختلاف first point of difference. صار في عندي اختلاف، هون صار عندي كربون وهون عندي اتش، صار في اختلاف. فبالتالي شو بحكي؟ بحكي انه الكربون اللي هنا اعلى، وبالتالي هذول المجموعتين اعلى، فهذا ايش؟ زد ايزومر. خلينا ناخذ المركب اللي هون عندي. بداية ايش بدي اعمل؟ اطبق القاعدة الأولى. شو القاعدة الأولى بتحكي لي؟ بتحكي لي طبعا المركب هذا احتمال شوي مش مبين، لكن هاي هون إثل، هاي هون كربونة، هاي هون كربونة، وهاي هون اللي هي بروبل، كربونة كربونة كربونة. طيب خلينا ناخذ الكربون هاي. هون عندي CH3، هون عندي NH2. ايش بدي اقارن؟ بدي اقارن المتصل مباشرة. الكربون هنا ايش متصل فيها؟ متصل فيها N، ولأنها متصلة مع 2H. والكربون هنا شو متصل فيها؟ متصل فيها C، والC متصل مع 3H. ايش بدي اخذ هنا؟ المتصل مباشرة مع الكربون هاي. فراح اخذ ال N وراح اخذ الكربون. بين النيتروجين والكربون اي اعلى برايورتي، او نحكي هايست اتوميك نمبر، النيتروجين اعلى، فراح اخذ النيتروجين. اوكي فهون بدي اقارن النيتروجين مع واحد من هذول المجموعتين، اي واحد راح اختار؟ هسه بنشوف. ارجع على الكربون اللي هنا. اول شيء هاي هون عندي ايش؟ عندي هون نحكي اللي هي هاي هون عندي هون كربون، وعندي هون كمان كربون. اوكي كربون وكربون في فرق بيناتهم؟ لا. شو بدي اعمل؟ بروح على الذره المتصله بالكربون هاي اللي عندها تعادل صاحبه اعلى اولويه. الكربون هاي متصل ايش؟ ب اتش اتش وكربونه، وهي كمان نفس الشيء اتش اتش كربونه. اوكي بروح بشوف. اوكي هاي هون كان كربون، وكمان هون نفس الشيء كربون. طب شو بدي اعمل بعد هيك؟ اوقف؟ لا برضه كمل. شو القاعده بتحكي لي؟ فيرست بوينت اوف ديفرنس، بضل مكمل لاخر الطريق، تمام؟ في حال انه يعني انه كان كلهم نفس الشيء، مثلا في حال كانت هاي بروبل، اوكي هاي بروبل هاي بروبل، في داعي اني اصلا اعمل كل اللي بعمل هذا؟ لا، عشان لو هاي بروبل وهاي بروبل ما فيش عندي اي زد ايزومرزم بالاصل، تمام؟ ما فيش عندي هاي نوع من الايزومرز بالاصل، عشان احد الشروط احنا بنعرفه من زمان لازم المجموعتين يكونوا مختلفات عن بعض.
اوكي طبعا المفروض حاليا انتم تعرفوا يعني حاليا تسروها ليش انه اللي في حال كان عندي مجموعتين نفس الشيء عشان البرايورتي نفسها فبقدرش اني احدد تمام برايورتي نفسها بس ما دام مجموعتين مختلفات اذا اكيد راح يكون في عندي اختلاف في البرايورتي عشان هيك نحكي انه بكون في عندي بالحاله هاي اي انزل مره ثانيه بالكربون هاي كربون كربون تعادل بروح على الذره اوكي المتصل فيها صاحبه اعلى اولويه في هنا كربون فبروح عليها مش التو اتشز وهون كمان كربون مش التو اتشز كربون كربون اوكي نفس التعادل طب الكربون هاي شو متصله؟ متصله بثلاثة اتش باخذ واحده منهم اوكي والكربون هاي شو متصله؟ متصله ب اتش اتش وكربون راح اخذ الكربون ليش؟ عشانها اعلى اولويه فبين كربون واتش هي اعلى الكربون فهاي المجموعه كامله اللي هي بروبيل على اولويه من الاثيل وبالتالي بقارن بروبيل مع نيتروجين او نحكي الان اتش 2 كامله لانه بقارن مجموعات فبالتالي هاي ايش اوبوزيت تو ايتش اذر هذا ايش اي ايزومر خلينا ناخذ المركب اللي هون اوكي هاي هنا مره ثانيه بقارن ايش ذره مع ذره اكسجين مع كربون اكسجين اعلى اتوميك نمبر فهي هاير اتوميك نمبر هنا برضو بي ار مع كربون البي ار اعلى فما دام انهم سيم سايد ايش هذا زد ايزومر للي بتلخبطوا انه نحكي انه احيانا بعض بتلخبط انه زد اللي هم السيم سايد ولا الاي سيم سايد عشان تتذكروهم شوفوا زد زي بعض اوكي زد زي بعض هذا طريق حكى لنا اياها الدكتور زد زي بعض او اي انيميز الانيميز بحبوش يكونوا مع بعض بحب يكونوا كل واحد بجهه تمام الاي انيميز اوبوزيت تو ايتش اذر والزد زي بعض للي بتخبط فيها يعني عندي هاي هون الكربون وهاي هون كربون سلفر مع بي ار اوكي سلفر مع بي ار فايش مين راح اختار بي ار عشان انه على اتوميك نمبر هون يشوفوا هون عندي اكسجين شو هاي تعادل فايش راح اعمل بروح على الذرة صاحبة أعلى أولوية الأكسجين شو متصلة؟ متصلة بH أوكي باخذ الH ما فيش غيرها والأكسجين شو متصلة؟ متصلة بC تمام مباشرة متصلة فيها C راح أخذ الكربون كربون وH هي على الكربون فبالتالي بقارن المجموعة هاي مع المجموعة هاي وهاي إيش هم E نيمز أو E إنهم أوزيت تو إيتش أذر عندي مركب اللي هنا المركب اللي هنا بي ار وكربون البي ار اعلى هون عندي شوفوا شو هون عندي هون عندي كربون كربون تعادل صح طيب بعدين شو بدي اعمل بروح على صاحبة اعلى اولوية هون باخذ الكربون وهون شو باخذ البي ار من شي الاتشات باخذ البي ار بي ار راح انه نحكي هالمجموعة كاملة على اولوية اعلى اولوية من هاي بقارن هاي مع هاي اوكي مرة ثانية هاي هون في كربون مش انه بيئة متصلة مباشرة في كربون فتعادلت مع هاي بالاول بس انكسر التعادل وما انكسر التعادل مع البي ار اوكي فانه المجموعة هاي مع المجموعة هاي اوبوزيت تو ايتش اذر اي ايزومر خلينا ناخذ المثال اللي هنا هسه عندي الكربون هاي اوكي هو اللعبة نقول اللعبة او الفكرة بالمركب هذا اللي مركب هاي شو اول قاعده حكيتها لكم حكينا ايش لازم ناخذ الذره المتصله مباشره ومره ثالثه اعيدها مباشره مع كربون الدبل بوند تمام عندي هاي هون الكربون متصله مع كلور طب هاي الكربون مع مين متصله مباشره اول ذره متصل فيها متصله مع ايش مع الكربون هي على اولويه انا بقارن ذرات مش مجموعات بقارن ذرات الكلور على الاولويه من الكربون الكلور مع كربون كلور اعلى مع انه زي ما شايفين ايش الكربون متصل ايش متصل بالسي ال اوكي متصل بالسي ال لكن مباشره متصله مع السي فبقارن كربون بالاول مع سي ال وبالتالي ايش بكون عندي الاعلى اولويه الاعلى اولويه اللي هو الكلور هو اللي باخذ البرايورتي مش اللي هو نحكي هذا الميثيل كلورايد عشان المتصل مباشرة هو الكربونة بناخذ هون المثال الثاني الكربون الثانية هون كربون اوكي
طيب عادل شو بدي اعمل؟ بروح على ذرات صاحبة اعلى اولوية. هون عندي نحكي كربون وهون عندي كربون، اوكي اي واحد اخذ اي واحد منهم ما تفرق معي. مثلا ناخذ هيا، طب هون شو متصل فيها اعلى اولوية؟ في عندي 2H وعندي اكسجين، راح اخذ الاكسجين. كربون مع اكسجين ايش؟ كربون مع اكسجين راح ناخذ الاكسجين، وبالتالي هذول المجموعتين هم هذول المجموعتين هم صاحبة اعلى اولوية، هذا اي ايزومر، هذا مركب نفسه لكن هو الزد ايزومر منه، يعني انه بس قبل المجموعتين. ثالث قاعدة تحكي لي ايش؟ multiple bonds are treated as attachment of multiple single bonds. اوكي هاي شرح يمكن اكثر شيء بغلب انه واحد صور، بس ان شاء الله راح نوضحها معناتها. فقاعدة هاي وش خلينا نشرح ايش معناتها. بيقول لي في حال عندي multiple bonds، multiple bonds هي اما double bond او triple bond، تمام؟ في حال عندي هيك شيء ايش بدي اعمل فيهم؟ ايش بيقول لي؟ بيقول لي عاملهم زي كانهم روابط فردية متعددة. ايش عن الحكي هذا؟ طيب خلينا نشوف شو عن الحكي هذا. هسا عندي نحكي المركب هذا اللي هو الديهايد، اوكي مش شو بس انه عندي كربون هاي، اوكي هسا الكربون هاي ايش؟ مع بدبل بوند مع الاكسجين. شو قاعد تحكي لي؟ عامل انه هاي الدبل بوند الاكسجين كانها متصلة بعدد من نفس العدد تاع ايش؟ تاع انه الدبل بتكون 2 سنجل والتربل 3 سنجل. المقصود انه الدبل 2 سنجل والتربل 3 سنجل. فمدى هون عندي الدبل ايش راح يكون؟ راح يكون الكربون هاي زي ايش متصل، كان ايش متصل؟ متصل ب 2 اوكسجين، اوكي؟ هاي هذا اللي نحكي جزء سهل، بس في شيء بيخفى عنه البعض. الاكسجين هاي شو؟ كمان متصله ب 2 كربونز، اوكي؟ يعني عشان الدبل بوند هاي من جهتين، مش اني بس مثلا بحكي الاكسجين الكربون متصل ب 2 اكسجين والاكسجين متصل ب 1 كربون، لا كمان الاكسجين متصل ب 2 كربون. يعني حصل عندك المركب نحكي كتصور، اوكي هذا مركب مش مركب نحكي هذا، بس انه فعليا هو هيك. لكن ايش انا بعمله اذا كانه هيك؟ لما اجي اقارن بالبرايورتي حتى نشوف كيف استخداماته وكيف انطبق عليه. بس بدايه افهموا الفكره، اني بعامل كربون هاي اذا كان متصل مع الاكسجين. الكربون اللي هي هنا بس هاي، اوكي وهي هي لو نحكي الاكسجين الاصلي، هاي الاكسجين الاصليه تمام اللي هي هاي، وهاي الاكسجين الثانيه اللي انا فرضتها من عندي بحيث ليش؟ عشان في عندي دبل بوند. هاي هون عندي الاكسجين هي نفسها هي، اوكي الاكسجين هاي هي اوريدي ايش؟ متصله مع الاصليه نفسها، مع نفسها الاصليه، وايش بضيف عليها كمان رابطه بحيث انها تتصل مع ايش؟ مع انذر كربون عشان الدبل اللي هي هاي، تمام؟ هاي الفكره. الاكسجين متصل مع 2 كربون نتيجه الدبل، والكربون متصل مع 2 اكسجين برضه نتيجه الدبل. نشوف المركب اللي هون. المركب اللي هون هو ايش؟ عباره عن سي دبل بوند سي. الكربون هاي متصله حسب القاعده تي المالتيبل بوند رول، اللي هي بقول لك متصل مع 3 كربون ما دام انها تربل. فهي الكربون متصله مع كربون اللي هي الاصليه هاي واحد، وبأضيف كمان رابطتين اللي هي نحكي عشان يصيروا ثلاثه، فبصير واحد اثنين ثلاث. هي هنا الكربون الحمراء عندي هي واحد اثنين ثلاث، والكربون هاي الثانيه اللي هي هون متصله مع الكربون هاي واحد اثنين ثلاث، تمام؟ كل كربونه من الدبل بوند متصله ايش؟ مع ثلاث كربونات. هاي الشيء مهم. هسا بالنسبه للبرايورتي شيء طبيعي، التربل اكثر من الدبل اكثر من السنجل، يعني بدي اقارن بين التربل بوند تربل بوند سي ودبل بوند سي، اي راح يكون على اكيد التربل بوند سي. اوكي خلينا نوضح لكم عشان ما تنسوها نهائيا. طيب خلينا ناخذ نرسم اول شيء مركبين، مثلا نحكي او بس بدي هي دبل وتربل، في الواقع انا بدي شيء غيره. طيب هسه هاي هون عندي كربون وهاي كربون، هاي هون كربون وهاي كربون، تمام؟ هي اعلى اولويه، تمام؟ نفرض ايش؟ على فرض انه عندي هاي هون دبل بوند
وهاي هون متصلة هيك وهاي متصلة هيك تمام. وعندي مجموعتين هون مش مهم شو المجموعتين ما بهمنيش، بس أنا بش إيش شو اللي يعني السؤالي، سؤالي هو التالي بين هاي المجموعة هاي المجموعة وهاي المجموعة تمام، أي أعلى أولوية بيناتهم؟ خلينا نشوف قبل ما أبلش خلينا نشوف نبدأ. هاي هون عندي كربون وهاي كربون، شو حكينا أول قاعدة إني أشوف هاي هون عندي أكسجين كربون وكربون تمام، عندي كربون وكربون، فبالتالي شو كربون وكربون تعادل، شو بدي أعمل؟ بدي أروح على الذرة صاحبة أعلى أولوية صح ولا لا؟ طيب خلينا نشوف. طب هاي في عندك كربون هاي عندك كربون نفس القصة نقول، بس لا فعليا في اختلاف ليش؟ عشان هاي تربل بوند وهاي دبل بوند. استنى شوي بس عشان نحكي اقنعكم فيها كيف شو الشيء اللي يصير حاليا تمام. خلينا بس استحملوني شوي عشان نرسم المركب. هاي هون راح تكون كربون وهاي هون كربون وهاي هون نفس الشيء. هاي راح تكون هيك كربون وهاي هون كربون. طبعا ننسى المركب الثاني برضه نفس الشيء تو كارب اسف راح يكون بس 1 كربون هنا وهاي هو كمان 1 كربون هاي هون كمان 2. طبعا بس عشان التأكيد هاي هون كربون لحالها وهاي هون كربون لحالها وهاي كربون وهاي كربون، انا بس يعني بدي الكربون نفسه مش شيء ثاني. طيب نشوفه انه شايفين هذا مركب بقدر نحكي اتصوره بهذا الشكل تمام. هاي الكربونة اللي هي نفسها هاي متصلة بثلاث كربون 1 2 3 وهي كمان نفس الشيء متصلة ب 1 2 وهي ثلاثة. الدبل بوند متصلة بواحد اثنين والدبل بوند هاي متصلة بواحد اثنين تمام، هاي الفكرة. طيب خلينا اوكي خلينا نقرب هذا هنا ركزوا معي بالله. هسا بدي اقارن هاي هون كربون وهاي هون كربون. طيب شو بدي اعمل؟ حكينا بالحالة هاي روح على الكربون صاحبة اعلى اولوية. اوكي عندي هون كربون وهاي مثلا نحكي كربون. طيب تعادل لحالها شو بدي اعمل؟ احنا ما اخذناها بس في موجود امثله قدام، بس خلينا نحكي هون حاليا. هاي هون عندي كربون وهاي كربون، صار في عندي تعادل. شو بدي اعمل؟ بروح على الكربون اللي بعدها مثلا اخذ هاي اوكي برضه تعادل صح. شو بدي اعمل؟ اسف لحظه احنا مثلا نرتب افكارنا، خلينا نلون مثلا نحط هاي حمراء اوكي مع الكربون هاي برضه احمر اللي هي ايش؟ هذول اوريدي خلص منهم تعادل صاروا. طب هاي الكربونه مثلا نحكي هذا هون اللون الازرق وهي برضه اللون الازرق، هاي وهاي صار في تعادل. رحت على بعديهم اللي هي الزرقاء مع الزرقاء، طب برضه تعادل. شو بدي اعمل؟ برضه نحكي برجع نحكي الكربونه هاي بقارن بالبعديها، بس الكربونه هاي ايش متصل بكربوني هون وهاي الكربونه متصل بكربوني هون تمام. الكربون متصل بكربوني هاي اللي هي هاي اللي نحكي نكبرها اوكي، وهاي كمان متصل بكربون هون، واضح كيف؟ هذول كبرناهم. طيب برضه تعادل الحالة هاي صرنا نعمل شو بدي اعمل؟ برضه برجع الكربون هاي هون اوكي، مش اني بروح على بعديهم، برجع الكربون اللي هون شو بعمل وقتها؟ بقارن الثالثة اوكي، بقارن الثالثة. الكربون اللي هون بقارنها مع هاي، وهاي الكربون شو ظل عليها تفرعات؟ الكربون هاي والكربون هاي في عندهم تعادل ما بينفعونيش. شو ظل عندها شيء متصل فيه؟ عندها الاتش تمام؟ بقارن الاتش هاي لحالها اوكي، بقارن الاتش هاي لحالها اسف بقارن الكربون اللي هون مع الاتش اللي هون، فهي على الكربونه. خلينا نعيد عشان نرتب افكارنا. الكربونه هاي متصله مع الكربون هاي وهاي متصله مع الكربون هاي، تعادل صح؟ اوكي طبعا احتمال ان لخبطت الفكره، المفروض يكون على نفس الكربون بس يعني خذوا الفكره. طيب فالكربون هاي والكربون هاي تعادل، بالحالة شو بدي اعمل؟ اروح على اعلى شيء. الكربون هاي مثلا خط الزرقاء وخط الزرقاء هنا برضه نفس الشيء، شو بعمل؟ برجع على نفس الكربون تبعتي، طب اني اخلص كل اللي موجود عليها بعدين بروح على بعدهم، يعني اذا خلصت كل اللي عليهم بروح على هاي وبقارن فيها، وبروح هنا وبقارن فيها، بس انا مبدئيا خليني هنا. يعني هي عليها 6 تفرعات هي عليها 6 تفرعات، بس اخلص التفرعات بروح على بعده. هاي الكربونه هاي الكربون اللي هون متصله مع الزرقاء ومع الزرقاء تعادل،
وبرضه مع ان نحكي هاي الكبيره وهاي الكبيره تعادل. طب شو ظل عندها؟ حيظل عندها اتش واخذ الاتش. شو ظل عندها؟ ظل عندها هاي الكربون الاخيره. هي على الكربون ولا الاتش؟ الكربون على. تمام، عشان هيك دبل على من الدبل. تمام، بشكل عام تاخذوها قاعده هي دائما التربل راح يكون اعلى اولويه من الدبل. تمام، والدبل طبعا اعلى اولويه من السنجل. تفسير القاعدة طبعا انتم مش راح، مفيش داعي تطلعوا للمرحلة هاي، بس نحكي عشان تقتنعوا فيها وتطلقوا الفكرة بشكل كامل. تمام، حاليا خلينا نكمل. بالنسبة خلينا ناخذ مثال هذا. عندي الكربون هاي اللي هون H مع كربون، اكيد الكربون، وهون عندي، وهون عندي ايش اللي هي سي دبل بوند سي، وهاي عندي ايش سي. الكربون وكربونه ايش؟ كربونه وكربونه انه تعادل. شو بدي اعمل؟ بروح على بعدهم. باخذ مثلا نحكي باخذ السي من هنا والسي من هون تعادل. طب بعد هيك شو بدي اعمل؟ حيظل عندها تو اتشز، وهي عندها اتش وسي صح؟ حسب ما فرقناهم قبل شويه. فباخذ السي من هنا والاتش من هون، هاي راح تكون اعلى. راح تكون بشكل عام خلص دائما الدبل على من السنجل والدبل على من الثنتين. خلينا نشوف المركب اللي هون. هاي هون عندي كربون بي ار مع 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 كربونه، البي ار على. طيب شوفوا، هاي هون عندي نحكي اكسجين، وهاي هون اسف كربون وكربون تعادل. طب شو بدي اعمل؟ بروح على الذره صاحبه اعلى اولويه متصله فيها مباشره. هاي هون اكسجين، وهاي هون دبل بوند اكسجين، نفس القصه تعادل. بس هاي شو؟ هاي الكربون هاي ايش عباره عن ايش؟ عم تصل ايش؟ عباره عن تو اكسجين، وهون تصل مع اكسجين وتو اتش صح ولا لا؟ ما فيش اتش هون بس موجودات. المهم نحكي بس موجودات. الكربون مع كربون، اول شيء نحكي مع اكسجين، اكسجين تعادل. بس هاي الكربون متصله باكسجين الثانيه عشان الدبل، وهاي متصلة بس بأكسجين واحدة، الدبل أعلى. عندي نحكي المجموعة هاي والمجموعة هاي هم أعلى برايورتي. المركب هذا هو زد أيزومر. عندي قاعدة رابعة مش مستخدمة كثير هي، بس يعني نذكرها عشان يعني ما يظلش في إشي. القاعدة هي تحكي لك في حال عندي أيزوتوب. شو معنى أيزوتوب؟ الأيزوتوب هم من الظاهر، أوكي؟ تعرف انه الذرات قد يكون لها نظائر، يعني نحكي نفس الذره نفس عدد الالكترونات وبروتونات، لكن بيختلف عندي عدد النيوترونات. من اشهر الامثله عليها اللي هي ايش؟ ال H21 تمام، اللي هو اللي اسمه ديتيريوم، اوكي؟ اذا ممكن سمعته ب اللي هو الماء الثقيل بيكون بدل H2O D2O، اللي هو بيكون في اللي هو نحكي الهيدروجين الثقيل الدي، عشان في هاي الديتيريوم بيكون في نيوترون بالاضافه ل 1 الكترون و 1 بروتون. تمام، بالحاله هاي بيحكي لي انه مثلا خلينا ناخذ مثال هنا. هون عندي اتش اتش ودي اتوميك نمبر، نفس الشيء اتوميك نمبر، شو عندي يختلف؟ يختلف اللي هو نحكي على العدد الذري. بحكي لي بحاله الايزوتوب، اذا عندك ايزوتوب استخدم ايش عشان نحكي البرايورتي؟ استخدم العدد الكتلي، يعني اللي هو العدد الكتلي هون راح يكون اثنين، اللي هو بروتون ضد نيوترون. هي هون ال H عندها بس بروتون ما عندها نيوترون، فبالتالي 2 اللي هو العدد الكتلي اعلى من 1، عشان هيك الديتيريوم هو اعلى. القاعده هاي او الاحرى انه الفكره هاي اللي هي نحكي الايزوتوب شبه معدومه، بتشوفوها بشكل قليل جدا ومستبعد تيجي امتحان، بس مش صعبه كثير مبدئيا. هاي بدكم تعرفوه. طبعا غير الديتيريوم ما بعرف وجود غير، يعني نحكي بكتابنا او ذكر بس الديتيريوم. هي فكره بسيطه بس انه شغلت في حال ما ظبط عندي عدد كتلي، عشان عندي ايزوتوب العدد الذري بتستخدم العدد الكتلي. خلينا ناخذ كمان امثله فيها كل القواعد. عندي مركب هنا، هذا مركب ايش فيه؟ تو دبل بوند. شو بدي اعمل هون؟ بدي احدد، نحكي انه لكل دبل بوند احددها اي ام زد. خلينا ناخذ اول دبل بوند هي، اوكي؟ بس هون اتش مع كربون هي على كربون طوالي بدون اي تفكير. هون عندي ايش اللي هي نحكي
انه هاي هون السي هاي سي اتش 3 اعلى. هون عندي اتش مع ايش؟ مع سي اي اعلى برضو الكربون. لاحظوا معي هاي هون عندي المثل وهاي المجموعه اللي هي لتحت كضغط ايش تدين سيم سايد زد اوكي. وهون هاي خلص منها هاي ايش هاي زد. طيب اللي هنا هون عندي كربون بصري بكربون واتش الكربون على اكيد وكمان برضو كربون واتش برضو كربون على برضو سيم سايد ايش هاي كمان هاي كمان زد. المركب هذا ايش بدي اسميه ايش بدي اسميه؟ اول شيء بدي امشي نحكي خليني اسمي المركب عادي تمام 1 2 3 4 5 6 ايش هذا سماه. شوفوا اذا بدنا نسمي بالاي والزد اول شيء بحط ايش بين قوسين اللي هو نحكي الموقع هاي 1 2 2 هاي ايش دبل بوند بعينها لايش اي ولا زد. هاي نحكي الدبل بوند هاي شو العين لها حسب قبل شويه كان زد ايش بحط تي زد اصله وبرضه هنا تي 4 4 زد تمام. فبعرف ان دبل بوند 2 هي زد انه ايش يعني مجموعات صاحبه اعلى اولويه نفس الجهه والكربون ونحكي دبل بوند او الكربون 4 اللي فيها دبل بوند كمان المجموعات مرتبات على الزد ايزومر يعني المجموعات صاحبه اعلى اولويه هم ايش هم نيكست تو ايتش اذر نيبرز انه زد ايزومر. وبكمل طبعا هيك هي بعد بحدد مواقع دبل بوند ال 2 4 هيكسادايين. ناخذ مثال رسم بتوضح انه بشكل افضل. عندنا المركب اللي هنا كلور مع اتش الكلور اعلى وعندي هاي هون المركب اتش مع سي برضو اعلى فاتش هي اي تو ايتش اذر. وهون عندي نحكي كربون مع اتش كربون مع اتش الكربون باخذ وهنا كلور مع اتش الكلور فاتش ار زد. فهون كذا ايش بحسميه 1 2 3 1 2 3 4 5 اللي هو اللي هو 1 اي تمام 3 زد لانه الموقع دبل 3 1 4 دايكلورو 1 4 بيوتايين. هسه في حال اذا في حدا خطر ببالكم سؤال انه مثلا ليش بلشت عاد من هون مش شلون انه اي اسمي الاول اي ولا زد ما بفرق معي بفرقش نهائيا. قواعد التسمية اللي اخذناها قبل اهم شيء بيهمني عندي نحكي ابلش بحيث انه يكون الدبل بوند لها اقل عدد سرعات اقل عدد هاي كله. بالنسبة للإي والزد هذا توابع تمام يعني أنا مش أنا إني بدي أعطي للإي أقل رقم أو الزد أقل رقم لا بكل بساطة هون بس تحديد تمام. يعني أنا لما أجي أسمي مركب هذا طلع هاي الكربون رقمها واحد تمام. طب رقمها واحد إيش إيش يعني تخصصية هاي فيها إي وزد سيستم. فبكل بساطة إيش بحط 1 إي وهون الزد كمان نفس الشيء طلع الكربون رقمها ثلاثة وهي نحكي زد ايزومر بحط زد بكل بساطه. بالنسبه للاي والزد ما لهم اي اولويه بالنسبه للترقيم او التسميه. طيب هذا السؤال بالكتاب بقول لك نيم ايتش اوف ذا كومباوند باي اي اند سيستم. طبعا برضه بالامتحان اذا حجي سؤال راح يكون هيك سؤال بالضبط تمام انه عشان تعرف هل تسمي بالاي والزد. طبعا سؤال زي هيك هو مش كاسم كتعيين بس بالاحرى الاي والزد سؤال مهم وعلى الاغلب بيجي. فعندنا هنا كربون مع اتش كثير حاخذ الكربون برضه كربون مع اتش برضه حاخذ الكربون. هي هون اي ايش راح تكون 2 اي عشان موقع الدبل بوند اللي هي ببلش عد من هنا 1 2 بحيث اعطي الدبل بوند اقل رقم 1 2 3 4 5 ف 2 اي 2 بنتين. وهون ببلش نحكي بحيث اعطى التفرعات اقل رقم بلش عد من هنا 1 2 تمام. عشان هيك طبعا هو مفيش داعي للعد عشان انه يعني نفس الشيء بس انه بس انه هذا ركب اي ليش عندي بي ار واف باخذ البي ار والسي ال والاتش باخذ السي ال هذول مجموعتين فهم اي تو ايتش اذر فايش اي 1 برومو 2 كلورو 1 فلورو ايثين. هسه في هون عندي طار رسم ايش بحكي لي؟ بحكي لي write the structure for E13 hexadiene first اوكي هسه طار رسم بحكي لي كلنا عارفين كومبلش اول شيء. هسه عندي هكس اوكي
هيك اللي هو عدد الكربونات. اول شيء برسم كربون سكيلتون من ست كربونات، اوكي هاي الخطوه دن. بعدين شو بدي اعمل؟ بشوف شو في عليها، شوف نحكي البريفكس، بحكي لك ايش انه على كربون رقم واحد وثلاثه نيجاتيف بوند اللي هو 1 3 داين، هاي واحد هاي ثلاثه داين. ايش بحكي لك؟ بحكي لك اي تمام. اي ايش معني اي؟ اي يعني انه نحكي الاي يعني ايش؟ انه المركب انه شو ترتيب مجموعات الاولويات تاعته تمام. فالاولويات تاعته بقول لك ايش؟ انه المجموعتين صاحبه اعلى اولويه، المجموعتين صاحبه اعلى اولويه ايش مالهم؟ موجودات opposite to each other مش the same type. فانه بدنا نراعي هذا الشيء بالرسم. هسه بنشوف كيف. بس في ملاحظه بدي احكيها قبل ما نكمل الرسم. اذا ملاحظين هاي ايش عندي هون؟ هيكسادايين، ونحكي هذا مثلا هون كان برضه هيكسادايين انه دايين بشكل عام، انه في two double bonds. لو كان في عندي two double bonds ايش كان عندي؟ two وزد، انه بحكي انه بعين كل double bond e and z. بس المركب هذا كان ايش؟ e z. بس المركب اللي هون زي ما انتم شايفين ما دام انه صحيح في تو دبل بوند بس معطيني بس اي. ليش؟ بكل بساطه عشان على الكربون رقم واحد اوكي اللي هي هاي، هالكربون ايش راح يكون متصل فيها؟ راح يكون في هون اتش واتش تمام. ما دام انه عندها نفس التفرع او نفس المجموعه عليها ما فيها اي اند سيستم او تنسو ترانس، ما فيها هذا الشيء. فلذلك عشان هيك عندي بس واحده. فاذا فعليا بدي اسميها ايش راح يكون؟ هاي المفروض تكون 3E تمام. هيك راح يكون اسمها 3E 13 هيكسادايين، هيك اللي نحكي الاسم ادق لها. طيب هذا مرة حكينا E، فبالتالي هاي هون الكربونة. اوكي الكربونة هاي خلينا اوكي خلينا نشوف البرنامج عشان نوضحها بشكل افضل. خلينا نرسم كربون سكيلتون من ست كربونات. هاي هون عندي مثلا دبل بوند 1 2 3 4، وعندي هاي كمان هون اوكي 1 2 3 4 5 6 في هون دبل بوند. اوكي هو اوريدي رسم زي ما هو المفروض يكون، بس عشان نوضح اكثر بدي ارسم واحد مستقيم. تمام هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خلينا نحط سبعة. طيب بس خلينا نوضح الكربونات عشان ما نعجل أكثر، يعني نشوف مجرد عبارة عن خط مستقيم. احنا حكينا بالاول انه هي دبل بوند ما فيها اي اند سيستم عشان هي متصله بكربونه ب 2 سيم سبستيتوانت، فبالتالي ما فيها اي اند. طب المجموعه هاي ايش متصله؟ متصله ب نحكي اتش، والمجموعه هاي نحكي الثانيه، والكربونه متصله برضه ب اتش والمجموعه الثانيه. ايش ايش اللي بحكي لي الاسم المركب؟ بحكي لي اي تمام. فبالتالي ايش بدي احرص؟ بدي احرص انه المجموعات صاحبه اعلى اولويه او نحكي اقل اولويه يكون ايش؟ بزيت بيج اذر. فبالتالي خلينا اذا بدنا نعمل نحكي هاي هنا وهي هيك، هو بدي ارسم عليهم الاتشات تمام. ايش عملت هنا؟ خليت الاتشات اوبزيت بيج اذر تمام. وبالتالي برضه المجموعات هي راح نحكي نرفع المجموعه هاي هيك راح تكون تمام، وهاي بدي اعملها لتحت هيك تمام. فالمركب الاخير راح يطلع عندي هيك. مرة ثانية ليش عملته هيك؟ عشان يكون اي تو ايتش اذر. هل قال لي انه مركب هو زد شيء بعمل هيك بحطهم بنفس نحكي الجهة، وليش يعني تكون وضحت؟ لانه هاي هي الفكرة، كل الفكرة بالموضوع. شوف وين موقع نحكي الدبل بوند هي الثالثة. هي الثالثة ايش بحكي لي؟ بحكي لي انه هو اي، انه النهاية ايش؟ هو اي. ما دام انه اي ايش لازم يكونوا؟ لازم يكونوا المجموعتين صاحبة اعلى اولويه يكونوا اوبزيت ايتش اذر، والاقل اولويه برضه نفس الشيء راح يكونوا اوبزيت ايتش اذر
تمام. يعني انا على فكره لو استخدمت الاقل اولويه ولا اعلى اولويه نفس الشيء ما تفرق. الحالتين لازم يكونوا opposite each other اذا كانوا E و same side اذا كانوا Z. فهي هيك المركب بشكل عام. طبعا انتم شايفين هنا رسمت المركب تمام بالاخر انه عشان يطلع عندي زي ما انتم شايفين انه مركب E isomer. برضو هنا رسمه في حال ايش كان Z isomer بس بكل بساطه انه بدلت هذول المجموعتين حيث صار ايش انهم next to each other. هسه بس خلينا نيجي لمعلومة. حكيت لكم اول شيء انه الاي زي الترانس وكمان هم opposite to each other والسيس زي السيس زي الزد. بس هذا الكلام مش صحيح تمام. بدي يعني حطوه حلقة بينكم. السيس والترانس ليس اي وزد لكن الاي والزد هو سيس وترانس تمام. الاي والزد هم حالة شاملة وتزبط على كل مركبات لكن الاي والسيس وترانس بزبط بس على مركبات اللي فيها تو اتشز كنحكي كمجموعات طالعة من كل دبل بوند. اوكي في حاجة عندي كربون واحد عليها اتش والكربون دبل بوند ثاني عليها اتش وقت استخدم اي سيس وترانس وبرضه بقدر استخدم اي وزد. لكن في حال عندي مركب في نحكي اربع تفرعات مختلفة او ثلاث تفرعات مختلفة بستخدم فقط اي وزد. هاي الفكرة بدي اوصل لكم اياها. الاي والزد اكثر شمولا من السيس وترانس. كمان السيس وترانس بقدرش احكي عنه نفس الاي والزد فعليا مش نفس الاشي بيختلفوا. اوكي كمان معلومة والمعلومة هي جدا جدا مهمة. العدد اسف النوع بيهزم العدد. النوع بيهزم العدد. ايش معنى النوع بيهزم العدد؟ ما فيش مثال مش حط مثال عليها لكن اوكي النوع بيهزم العدد عشان انا خلصت نحكي النوع الثاني من الابروش معكم لكن اسهل نرجع نوضحها. حتى للي نحكي يعني بدو تلخيص راح يلاحظ شيء. راح يلاحظ انه الطريقه اللي كنت احكي لكم اياها بيختلف. شو كنت اعمل انا؟ شايفين كربون هاي شو كنت احكي دائما؟ احكي باخذ الكربون يعني الكربون هاي باخذ الثلاث تفرعات المتصله فيها الثلاثه تمام؟ وبصفطهم مع بعض. يعني كيف؟ يعني الكربون هاي شو متصل فيها؟ متصل فيها كربون كربون واتش تمام؟ خذ ثلاث مجموعات شو اعمل فيهم؟ بقارنهم مع ثلاث مجموعات المتصله بالكربون هاي. هاي كم متصل فيها؟ متصل فيها اتش احكي و اوكي هاي عندي اتش وحده والاتش الثانيه والاكسجين صح؟ اوكي عشان نعيد وركزوا معي. الكربون هي وطبعا هذا الحكي مش غريب انه راح تلاقوه هيك انا عامل بالتلخيص تاعي لكن الطريقه اللي حكيت الثانيه هاي اللي حكيت خلال الشرح مش خطا تقدر تستخدموها كليا. ممكن تستخدموا الطريقه المستخدمه بالتلخيص احتمال تكون اسهل عليكم تمام؟ لكن الطريقه اللي حكيتها بالشرح يعني نقول مور ادفانسد ف اذا بكون طلع تاعت التلخيص مش خطا. طيب خلينا بس عشان نوضح فكره ايش انه النوع بيلزم العدد. الكربون هاي ايش حكينا متصله؟ ثلاث مجموعات متصل فيها كربون وكربون واتش تمام؟ كربون وكربون واتش. طب الكربون هاي ايش متصل فيها؟ اتش واتش واكسجين. احنا اوريدي حكينا انه الاكسجين احلى بس شو الفكره؟ بيقول لي النوع بيلزم العدد. يعني هاي متصل فيها 2 كربون وهي متصل فيها بس 1 اكسجين. بس هي على اتوميك نمبر الاكسجين. نوع الاكسجين وانه على اتوميك نمبر اقوى من عدد الكربون تمام. هاي الفكره النوع بيهزم العدد. يعني على فرض مثلا هون عندي مليون كربونه مش بس كربونه مليون كربونه وهاي الكربونه متصل ايش متصل بي بس 1 اكسجين. ال1 اكسجين هي اللي نوعها اقوى من عدد الكربون الكثير. هي المعلومة اللي بدنا نوصلكم اياها. اللي قدام امثلة برضو راح توضح بشكل اكثر. فمرة ثانية بنرجع نكرر عشان برضو هي كثير مهمة صراحة بعتبر هنا النوع بيهزم العدد. وعشان برضو نمركم عن طريق هي اللي قدام راح اشرح بالطريقة الموجودة بالتلخيصي بحيث انه يعني تكون الفكرة بسيطة بالضبط. عندي شيء ثاني احكي ليش في حال كان عندي دبل بوند
وكربونه متصله بتفرعين. اوكي كيف يعني؟ يعني هيك خلينا مثلا عشان نوضح مثال، عندي هي هون نحكي دبل بوند، وهاي هون دبل، وهاي هون كربونه متصله بتفرعين. طيب هاي هون سي وهاي سي، تمام. طيب فبدي اي اعلى اولويه من هذول الاثنين، تمام. إذا مذكرين نحكي نوعا ما العجقة اللي عملتها لما رسمت اللي هو تربل بوند وفصلتهم وحكيت لكم قارنوا كل كربون مع كربون بعض، هون هي بتفيدكم أكثر شيء. بس انتوا ليه حاليا، خلينا نرجع من هنا، ارجعوا بالفيديو اللي ذكرينها لما رسمت التربل مع الدبل وفصلت كل واحدة وقعدت أقارن بيناتهم. ايش بحكي لي؟ بحكي لي إنه الدبل هاي القاعدة هيك بتحكي لي، الدبل هاي اقوى من انه كربونه متصله مع تو سنجل بوند كربون. شوفوا عندي هاي كربونه وهاي كربونه، تمام، هاي كربونه وهاي كربونه وهاي، هذول الاثنين متعادلات. فشو بدي اعمل؟ بروح على كربونه نحكي الذره صاحبه اعلى اولويه. هسه حسب القاعده اللي حكيت لكم شرحته حاليا، شو بحكي لكم انا؟ بحكي لكم انه طبعا حكينا لكم انه هاي اتش عباره عن متصله من 2 اتش، فبدنا نحطهم 2 اتش، وهاي هون كمان نفس الشيء متصله ب 2 اتش، باسف 2 كربون. طيب خلينا نشوف، عندي كربون هاي تعادل مع كربون هاي. طب هذا شو بدي اعمل؟ حكينا حسب الموجود بالتلخيص الطريقه تاعتي، شو بحكي؟ حكي لكم الكربون هاي شو بنعمل؟ مثلا الكربون هاي ايش متصله؟ متصله بكربون فاصله كربون فاصله اتش، تمام؟ هاي المجموعات متصله فيها. طب الكربون هاي شو متصله؟ متصله برضه نفس الشيء كربون فاصله كربون اتش، تمام؟ في اي فرق بيناتهم؟ لا ما فيش فرق، تمام، نفس الشيء. طب الحالة شو بدي اعمل؟ بروح على اللي بعدها. اوكي كل ما بروح على الطريق هاي او الطريق هاي، ما دام انه نفس الشيء بختار اي واحد منهم. لكن في حال في عندي اختلاف، مثلا كانت هاي نحكي في حال كانت هاي او، طبعا في حال كانت هاي او راح يكون اوريدي هاي اصلا هي اللي نحكي الاعلى اولويه، بس نحكي هاي اتش راح اخذ هاي، تمام، راح اخذ هاي. ناخذ مثلا سي اتش هاي، سي اتش هاي اتش اتش عليها ثلاثة اتش، تمام، عليها نحكي هاي هون ثلاثة اتش، وبقارنها مع هاي اللي هون اللي هي متصلة بكربون كربون. نحكي هاي الكربون ايش متصلة بكربون هون وكربون هون و اتش، صح ولا لا؟ طيب بدي اجي اقارن مثلا احكي هاي مع اللي هون، هي اعلى الاعلى اللي هو هون عشان بكل بساطه متصل بكربون كربون اتش. اللي بدي اوصله نحكي من كل العجقه هاي، في حال كان في عندي دبل، اوكي خلينا نرجعها زي ما كانت، كان عندي دبل اوكي اللي هي بالحاله اني بفصلها بتصير متصله بسي سي اتش، وهون عندي ايش كمان برضه متصله بسي سي اتش، بس هون سنجل وهون دبل، الدبل اعلى، تمام. تفسيرها للسبب حكيته قبل شويه، اني لما اجي اقارن الكربون هاي لحالها راح يكون فيها تعادل عند الاولى، بس لما اروح عند الثانيه اللي هي هاي واقارنها مع اللي هون، لما اجي مثلا نحكي عند هاي واقارنها مع اللي هون راح تفوز. عشان هيك الدبل ككل اقوى من السنجل اللي هي متصله برضه بنفس عدد الكربون. ويا تكون وصلت، بس انه بشكل عام اللي بدنا نحكيه هو الدبل اقوى من تو سنجل والتربل اقوى من تو سنجل. طبعا شيء طبيعي انه التربل اقوى من الدبل، حكينا اوريدي، تمام، ما فيهاش اي حكي نوضح هذا، بس انه ايش؟ الدبل اقوى من تو سنجل. في عندي هون نحكي عن ساكلي كومباوندز، اوكي قد يكون عندنا
سايكليك كومباوند انه دبل هيك زي هيك بتكون تمام. يعني الدبل داخله مع الكربون تاعت السايكليك. بالحاله هاي ايش بدي اعمل؟ بدي احدد هي ام زد. نفس الشيء مش حتختلف نظام كثير، نفس الشيء. شو بدي اعمل؟ هاي الكربونه بين كربون واتش، راح اخذ الكربون اكيد. طيب طب الكربون هنا بدي اعمل فيها؟ بدي اقارن. طبعا للي فاهمين موضوع الكيراليتي مش راح اصعب عليك هذا الموضوع، نفس الشيء. برضه بدي امشي من هنا وامشي من هون. شو هاي CH2 CH2 نفس الشيء، اوكي على بعدها. CH2 CH2 نفس الشيء على بعدها. وهون عندي CH2. ال CH2 هاي اما بعطيها للثنتين او ان ايش او بحذفها. بالحالتين ايش راح يطلع هذول المجموعتين نفس الشيء. هذا مركب ايش؟ ما في اي ان زد سيستم. هذا مركب ايش؟ ما في اي ان زد سيستم. عشان الكربون اللي هنا متصله بمجموعتين لهم نفس البرايورتي. واضح كل شيء هنا؟ تمام. خلينا ناخذ المثال هذا. بالمثال اللي هون عندي، هاي هون كربون، اكيد الكربون اعلى من الاتش، ما في خلاف عليها، هاي بسيطه. لكن خليني اجي هنا. هاي عندي بدي اقارن بين 1 و 1 و A. 1 و A تي اتش 2 تي اتش 2 نفس الشيء. 2 و B. ف 2 و B ايش؟ 2 متصل ب اتش كربون وكربون. صح ولا لا؟ تمام. اذا عندكم دفتر اكتبوهم معك عشان ديك تقرب، انه كربون 2 متصل بكربون وكربون هنا واتش، اما كربون بي اتش متصل ب اتش اتش وكربون. هي اعلى، الاعلى هو كربون كربون اتش، عشان هيك 2 نحكي اعلى برايورتي من بي. نحكي المجموعه هاي ككل الفوقانيه اعلى من التحتانيه، وهذول المجموعتين كلهم هذول ثنتين هم اللي هم هاي برايورتي نفس الجهه. هذا مركب ايش راح يكون؟ راح يكون زد ايزومر. اوكي راح نحل هذا المثال كاخر شيء وبعدين ننهي الفيديو. عندي هاي مجموعه المركبات اللي هنا تمام، بحكي لحد اللي هم اي ام زد. الوهله الاولى مركبات شويه يعني صعبه كثير، بس لا يعني مع الوقت مش حتكون صعبات كثير، او بس بدهن شويه ممارسه. أول شيء خليني أبلش بحث سهل كثير عشان ننهي بسرعة، اللي هو تي. أنت شوفوا بس عشان هو احتمال بعض إنه إيش بنعجزك إنه كيف حدد دبل بوند شو الجهة. عشان تعمل هيك شايفين دبل بوند ارسم هيك خط. تمام عشان تعرفوا إنه الفوق والتحت. فإنه هاي فوق هاي تحت وقارب بيناتهم. بين هاي وهاي إيش عندي؟ شوفوا عندي هاي هون بي آر وهون عندي كربون. بي آر وكربون. هي اللي راح يكون أكيد البي آر. مهما كانت هاي السلسلة طويلة أنا بطلع على أول ذرة البي آر أعلى. اللي هنا يعني المفروض تعرف خلص طوال أوريدي إنه هاي إيش؟ ما فيها الاثنين نفس الشيء، فبالتالي هذا المركب إيش؟ ما في إي إن زد، فا يعني احذفوه من عندكم. خلينا ننزل لتحت نشوف مع المحلولات المهم بس عشان نشوف. بس أول مركب نحكي أول دبل بوند اللي هي إيه؟ شايفين كيف هاي هنا نحكي نرسم هاي هون خط، في عندي اللي هو اللي فوق، هاي المجموعات اللي فوق هاي المجموعات اللي تحت. ببساطة بدي أعرف هذول المجموعتين هم اثنتين هاي برايورتي ولا أقل برايورتي؟ شوفوا أقارن هون عندي بي آر وهون كربون، أي أعلى؟ أكيد البي آر أعلى، البي آر أعلى، الدبل بوند هاي البي آر أعلى. طب نحكي الدبل بوند الثاني اللي هي هنا مين أعلى؟ الإتش ولا المثل؟ المثل اعلى. المثل بالجهه اللي هنا، والبي ار اللي هي الهاي برايورتي بالكربون الثانيه بالجهه الثانيه، فانه هاي هيك الاتجاه تاعهم. شايفين كيف هذا ايش؟ اي اوبزيت سايد. هذا مركب هو اي، اي هي اي. خلينا نشوف زد. شوفوا عندي هاي مثلا هون راح تكون طالع اتش تمام اللي هي لفوق، وعندي هون لتحت هي ايش؟ هو المجموعة هاي ما بتهمني. بين اتش وكربون عم بقارن اول ذرة اتش وكربون، الكربون اعلى. طب هون عندي كربون كربون تعادل، شو اعمل؟ بروح على صاحبة الاولوية كربون وهنا 3 اتش، فبروح على باخذ الكربون، عشان هيك المجموعة التحتانية اعلى. طب والله شوفوا كيف هي هون نازلة تحت، وهي شو كمان برضه نازلة لتحت، ايش راح يكون على او نحكي ايش هذا الجهه؟ ما دام الثنتين نفس الجهه، ايش راح يكون هذا المركب؟ راح يكون دي ايزومر.
بالنسبة لدي، خلينا نشوف دي. هاي هون بي ار واضحة، ما فيش عليها كلام. خليني اجي اركب اللي هنا. على فكرة نفس الحالة قبل شوي، مختلف كثير. هاي هون عندي تي اتش 2 تي اتش 2، وهنا سي اتش 2 تي اتش. هاي سي اتش متصلة بكربون اتش اتش، هاي سي متصلة بكربون كربون اتش، تمام؟ كربون كربون اتش اعلى من اتش اتش كربون. اللي نحكي اللي هي الجهة التحتانية هاي اعلى، جهة هاي تمام مع البي ار اعلى. في معلومة خلينا نحكي لكم اياها، في شيء اسمه البلكنس، بتعرفوا معنى بلكنس تمام؟ لما نقارن بين هاي وهاي، هي مور بلكي، اللي عليه تفرعات اكثر هو مور بلكي، عليه تفرعات اكثر هو مور بلكي. هاي ايش عليها تفرع واحد، وهاي ما فيش عليها تفرع. ما دام هاي مور بلكي راح عليها تفرعات اكثر، فبالتالي ايش برايورتي اعلى، يعني انه ايش متصله بذرات اكثر. يعني هاي متصله بكربون، والكربون الارض متصل فيها، هاي الكربون متصل بيناتهم، مشتركه بيناتهم اثنتين، لكن هاي عندها اضافيه كربون اللي هي ايش مور بلكي. المور بلكي هاي برايورتي تمام، عشان انه ايش متصل بكربون اضافيه، وهي متصل بكربون وحده. فانه نحكي هاي هون هاي الكربونه متصله مع كربون واحد كربون اثنين، بينما هاي متصله بس مع كربون واحد و2 اتش. صار في عطل. اوكي احنا حاليا اصلا يعني تقريبا خلصنا الموضوع تمام، فهنا وراح ننهي. راح نكمل معكم الباقي اللي هو الفيديو الجاي، راح اشرح الار والاس.